تبقى اوعى تغني حاجه انت فاهمها. المفروض نسمع دايما الغريب غنيه. كل اللي فهمته ما نجحش. آه. على فكره انا العو حصل معايا كده. انا العو والعو نفس الاستاذ نصر كلمني، كان عند رحيم قاعدين بيشتغلوا الغنوه. الغنوه دي قصتها غريبه جدا. احنا كنا نازلين انا استاذ نصر من عند طارق عبد الجابر الموزع. فاستاذ نصر ما بيحبش كلاب الشوارع، هو بيربي كلاب بس يعني ما بيحبش كلاب الشارع عشان بتخربش العربيات وممكن تهوى عليك فجاه. فنازلين فلقى كلب قاعد على كبوت العربيه. قال لي شفت يا حبيبي اللي خاف من العفريت يطلع له. فراح الكلب نازل مع الكبوت قال لي وينزل له. والكلب راح قال لي بص ويقعد له. قال لي تصدق حلوه الاغنيه طلعت منين بالظبط. سبحان الله. اه فجاه واحنا ماشيين راح كاتب الكلمتين يعني بعدها. الكلب ده ليه فضل عليك طبعا. ده الكلب ده هو سبب نجاحي. فبعدها بيومين كلمني كان عند محمد رحيم وقال لي تعالى احنا بنعمل حاجه تعالى اقعد معانا شويه. يعني هو قال لرحيم الكلام بعدها بيومين. اه راح قال لرحيم انا وكان في خيال يعني هو كان متصور الاغنيه على بعضها. اه فراح قعد هو ورحيم عملوها ورحت فانا عفريت ايه وبتاع ايه وانا ملبوس يطلع له وينزل له. اه فانا مش فاهم حاجه. فرحت المهم ايه يعني غنيت معاهم وكده. وتاني يوم لقيت المهندس امير محروس بيكلمني قال لي تعالى الغنوه خلصت. روح سمعت الغنوه على بعضها عرفت ان انا حمار. واللي غنوة بجد طلعت حلوة على بعضها. يعني هو الراجل عنده رؤية وهو بجد يعني أستاذ نصر بجد من الناس اللي عندها رؤية اللي هو انت بعد ما الحاجة تخلص تستغرب الراجل ده شايف ازاي. هو كان شايف حاجة احنا مش شايفينها. هو شايف ابعد بكتير من الفنانين ومن الناس كلها وبيبقى وعنده حاسس نبض الشارع سبحان الله. يعني ده رزق بتاع ربنا الفكرة ده.